في عالم مليء بالضوضاء والمشتتات المستمرة، كل لحظة من حياتنا اليوم هي سباق مع الزمن، وكل قلب ما زال بينبض هو ساحة معركة من المشاعر غير المعلنة، وغالباً ما نفقد أعماق الحقائق في كياننا. ولكن في المياه المضطربة للوجود يكمن جوهر رحلتك الأصيل، لكنه مخفي وفي انتظار اكتشافه واحتضانه. اتصور نفسك في رحلة، ولكن مش عبر اتساع العالم المادي، ولكن داخل المشهد اللامحدود لنفسيتك. رحلة تطهير لأبواب الإدراك تكشف لك كل شيء كما هو، حتى نفسك. هاي الرحلة بتتجاوز العمل على تحسين الذات، هي استكشاف متعمق لجوهر إنسانيتنا، أشبه بالغطس العميق في اللاوعي البشري والتعمق في المناطق المجهولة في عقلك لاكتشاف الظلال اللي كانت بترشد خطواتك من الزوايا المخفية في عقلك الباطن. رح تتعلم كيفية تحويل هذه الظلال، مش عن طريق رفضها، ولكن عن طريق فهمها وقبولها ودمجها في كمال كيانك. وهي مش عبارة عن دورة، هي ممر للتحرر، لأن الرحلة إلى الداخل هي الطريق والوجهة بنفس الوقت. رح تستكشف تقنيات رائعة بتزيل طبقات مخاوفك العميقة وألامك المنسية ونقاط قوتك اللي أنت مش معترف فيها لحد اليوم. هاي هي الأجزاء من نفسك اللي كانت تشكل واقعك بصمت، وإجا الوقت لتسلط الضوء عليها. ما رح فقط تتعامل وتتعافى من صدمات الماضي، ولكن رح تتعلم تحتضن هاي التجارب كجزء لا يتجزأ من قصتك. وهاي فرصة لإعادة كتابة السيناريو الخاص فيك، ولكن هاي المرة بوعي وفهم أصيل لمين أنت بالحق، بتخليك تكون أكثر تعمقاً في جوهر هويتك الحقيقية، يتجاوز الأقنعة والأدوار اللي بتلعبها في مسرح الحياة. انضم لبرنامج كسر القيود المسجل مسبقاً كمسعى لاكتشاف الذات والتكامل، بيكون كل ظل بتواجهه هو خطوة نحو النور، وكل دمعة بتنزل هي تحرر من ما هو قديم، وكل لحظة من التأمل هي قفزة إلى الإمكانات اللامحدودة لوجودك، وكل حالة من الاستبطان هي كمان خطوة نحو الاحتمالات اللانهائية داخل كيانك. بالتوفيق.